ومثل العلم لن تلقى خليلا، وأهل العلم نعم الأصفياء. عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل العرب من شر فيقترب، أفلح من كفاده، واقتربوا يا بني فروخ إلى الذكر، والله إن منكم لرجالا لو أن العلم كان معلقا بالثريا لتناولوه. وفي رواية: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بإحدى ثلاث: السيف الزاني، والنفس والتارك لدين المفارق الجماعة. وفي رواية قال: ما من عبد يلقى الله لا يشرك بشأن لم يتند بدم حرام إلا أدخل جنة أي باب الجنة شاء. وهذا كله شرحناه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال: نعم، قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان أن ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار. يا رب اجعلنا كذلك أستاذي الكريم. الله يرضى عنك أحمد صبري. الله يجعلنا معك مع جميع الإخوة الأفاضل بذلك. وورد أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أما يكتب تلعن أحدكم إذا أشار إلى أخيه بحديدة وإن كان أخاه لأبيه وأمه. وأيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا بنبل فليمسك عن أنصارها لا يصيب أحدا من المسلمين. فليمسك عن أنصارها لا يصيب أحدا من المسلمين. من حمل السلاح علينا فليس منا. وقال: ما لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس في الدماء. وعن العامش قال: أول ما يحكم بين الناس في الدماء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي لزوال الدنيا لقد المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. وهذه كلها أحاديث. تفضل رأيك. لما ما زال الوقت؟ لا، ليس لك إذن إلا عند الظهر. ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الجناية على النفس، ولذلك قال: لا يشير أحد لأخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الله على قال فإنه لا يدري لعل الشيطان أن ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار. شوف، حتى الإشارة وسيلة إلى التجرؤ على الضرب. نهى عن الإشارة وقال بأن الإشارة يعني فيها الجرأة على الضرب. وقال: لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان أن ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار. الأمر ليس سهلا، ووسيلة الشيء تأخذ حكمه، والدماء عند الله عظيمة. طاف ابن عباس ورفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: أنت الكعبة، شرفك الله وعظمك، وحرمة دم المسلم عند الله أعظم منك. والمؤمن ما زال يعني في فسحة من دينه وفي مغفرة وعافية ما لم يضع يده في يد حرام، فإذا وضع يده في دم الحرام فقد خسر كل شيء. هذه مسألة عظيمة على الإنسان أن يحافظ على نفسه فيها، وأن يعلم بأن الله جل في علاه يعني يحاسب على الدماء ما لا يحاسب على غيره. ولذلك قال: أول ما يقضى بين الناس في الدماء. يأتي رجل يأخذ بعنق أخيه ويقول: سلوا فيما قتلني. لما قتلني؟ ولذلك الرواية: الملائكة تلعن أحدكم إذا أشار الأخي بحديدة وإن كان أخاه ومن أبيه وأمه. ولذلك نهى عن أحد يمر في المسارد بالنبل إلا وهو يمسك بنصارها من أجل ألا يؤذي مسلما. وأيضا حديث الذي محرجا لذلك قال: من حمل السلاح علينا فليس منا.
من حمل السلاح علينا فليس من، شوف كبيرة من الكبائر حمل السلاح فقط، فكيف بالإشارة به، فكيف بالقتال به والاستهانة بالدماء، عظيمة في زماننا هذا، هذه فتنة نعلم بها لله جل وعلا. لذلك قال لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يسلب دما حراما، يعني أصاب دما حراما فهو يعني صار أقرب إلى الهلكة. ولذلك أول ما يقضى بين الناس بالدماء ويقول سأل هذا فيما قتلني، فإن كان بأمر فلان يعذبه عز فلان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا هذا الأمر وعظمه، لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا، لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. في رواية قال لزوال الدنيا أهون على الله عز وجل من سفك دم امرئ مسلم بغير حق، لزوال الدنيا أهون، قال زوال الدنيا جميعا أهون على الله من دم يسفك بغير حق، لزوال الدنيا أهون على الله من سفك دم امرئ مسلم بغير حق. المسألة عظيمة، والجرأة على الدماء لا يتجرأ عليها إلا من أراد الله هلكته، فإن الله جل في علاه يعني إن أراد هلكة عبد سيره في طريق القتال، يقتل دون أن ينظر ما وراءه وما يكون في الأمر، فلا بد الإنسان أن يتقي فتنة السلاح فإنها عظيمة، والمرء إن لم يتجنبها وقع، وإن وقع خسر كل شيء، فعلى المرء أن يكون لبيبا وألا يدخل حتى في مسألة فيها دماء إلا أن يصلح بين المسلمين، إلا أن يصلح بين المسلمين، هذا الأصل في هذا. الفوائد المستنبطة، زوال الدنيا أهون عند الله من سفك دم امرئ مسلم. الوسائل لأحكام المقاصد، من أشار بحديد ملعون، وبيع السلاح أيضا لا يجوز. فتنة الدماء أعظم الفتن، فتنة الدماء أعظم الفتن. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى، يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.